ما انا فوت على هارون وانا بدور على صاحب ده قال لي ان في واحد بقه واسع جه اسلمه ساعه واستلم منه الامانه. تبقى الاورام مع خفيف 100% مخفيه في حته. بس هي فين؟ اساله يا اخي. اساله انت كمان، ده مش فاكر روحه هيفتكر الاوراق. والمصيبه مش قادرين نبلغ البوليس. يا بلغ المطافي يا حنفي. مطافي ايه اتنيل انت كمان؟ المطافي قال مطافي مطافي. هي دي هي دي هي دي يا استاذ ابراهيم. يا سلام عليك يا خفيف. اما حته فكره. فكره ايه دي؟ هقول لك الفكره. اسمعي، احنا هنخرج من هنا زي الشعر من العجين من غير ما نبلغ البوليس. ازاي بقى؟ تعالي بس شيلي معايا الصندوق ده. يلا وصليني اكل الشباك الاوام. خد خطوتك يمين يا جدع، يخطوك في الجنه يا شاويش عبد الله. انت يا اخي مش شامم حاجه ريحه كده ولا كده؟ ريحه ايه؟ ده انا مسكون. مسكون ربنا يشفيك يا شاويش عبد الله. انا يا اخي زي ما اكون شامم ريحه شياط. شياط؟ ايوه يا اخي جاي من هنا اهو اهو. يا خبر يا حريقه، لازم نبلغ المطافي على طول. حريقه بره. حريقه؟ يا ترى فين؟ في بيتكم يا ست هانم، في بيتكم. بيتكم ايه؟ ايوه ايوه، الدخان طالع من البطرون بل الدنيا والمطافي عمالين بيكسروا في الشبابيك والعسكر. يا خبر تعالي تعالي. انا اكتشفت ان الاوراق مش معاهم، والظاهر انهم عملوا الحريقه دي مخصوص علشان يهربوا. طب والعمل؟ خليهم يهربوا علشان نعرف طريق الاوراق. اسمعي يا مستكه، انا ابتديت اخاف، الجماعه دول قتالين قتله وانا مش مطمن عليكي في وسطهم لو يعرفوا الحقيقه. مش ممكن، مين هيعرف اني صحفيه في شركه الانباء الساخنه؟ ده لطيف نفسه ما عندوش فكره، ده فاكرني ايه اني مطربه ومشتركه في العصابه نفسها. ده بيفتكرني انا كمان اعمل حقه حقيقي. خليهم على امانهم. ولو اني صعبان عليا اختع. اسمعي بقى، تختعي ايه وبتاع ايه؟ ده منافس لنا، انت ناس اللي بيشتغل في وكاله الانباء الطازجه، يعني بيننا وبينهم حرب. عندك حق، لكن بعدين هقول له على الحقيقه. وانت يعني يهمك قوي انه يعرف الحقيقه؟ قصدك ايه؟ قصدي انا اعمى صحيح، لكن بقى كل نظر يا ست مستكه، اتفضلي. لله يا محسنين لله.